بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 15 محكوما بالإعدام في سجن سواقة، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة. وجبة الإعدام لاقت تأييدا وترحيبا واسعا في الشارع الأردني والنخب السياسية التي أكدت أن تنفيذها بمثل هذا الوقت الذي يشهده الأردن من تحديات غير مسبوقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا جاء كرسالة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن. أنا أعتقد أنه يعني تطبيق الشريعة الإسلامية في حالات القتل أو الحرابة هي أمور متعلقة بالقضاء وبالفقه الإسلامي وبمراعاة أن تكون هذه الأحكام صائبة في ضوء الشريعة الإسلامية. وأنا أعتقد أنه في مثل ظروفنا هذه وفي الانسيابات القائمة في العالم أنها طبعا تكون رادعة، يعني الأحكام الشريعة بالقطع هي ليست لقتل الناس ولكنها لحماية المجتمع والحياة. هذا الأمر يعني فيه نص رباني: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي واحد يقتل نفس بريئة يجب أن يعاقب بمثل ما فعل، وهذا يجب أن يكون رادعا لأولئك الذين تسول لهم أنفسهم بأن يقوموا بمثل هذه الجرائم البعيدة كل البعد عن الإسلام، لأن الإسلام يعتبر من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. فالإسلام لا يبيح قتل الناس الأبرياء ولا يسمح حتى بقتل الكائن الحي، فكيف يسول هؤلاء لأنفسهم قتل الأبرياء وقتل المعاهدين؟ حتى لما جاءت كلمة من قتل نفسا بغير نفس في الآية القرآنية لم تحدد النفس الإسلامية وإنما نفسا بشرية كعامة كائن، جاءت الكلمة نكرة بحيث المقصود بها أي نفس بشرية غير مقاتلة غير مستحقة للقتل. بداية، ما تم اليوم من إعدامات للقتلة والمجرمين هو إحقاق للحق والعدالة، فمن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا يعني الجزاء من جنس العمل، ونحن نؤيد ما صدر من أحكام عادلة بحق هؤلاء المجرمين، وهذا ما يلقونه في الدنيا ولهم ما يستحقون في الآخرة وبما يقرر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أمر طيب وفيه تنظيم لحركة المجتمع وفيه سيادة للقانون وفيه تطيب لنفوس أهل القتلى والمصابين والشهداء الذين قضوا نتيجة هذه الأفعال المشينة، فهذا الأمر يخفف من مصابهم الجلل، وفيه أيضا سيادة للروح والقيم المجتمعية السليمة التي اعتاد عليها مجتمعنا الأردني الأصيل. هؤلاء مجرمون، هؤلاء تمادوا على أرواح كانت بريئة وفجعوا الشعب الأردني في كثير من المواقع التي يعني أساءت فيها هذه الجماعات للمجتمع الأردني وقهروا أبناءه وبناته الذين كانوا ينتظرون آباءهم وأبناءهم مثلا في القاتل المجرم الذي أخذ يعني مصيره عندما فجعنا باستشهاد الشباب في البقعة، ونفس الشيء في الركبان، الشهداء الذين سقطوا في الإربد وفي كثير من المواقع التي يعني أحدثت حسرة في قلوبنا، الآن نشهد إعدامهم. هذا إجراء صحيح، هذا إجراء يعني في مكانه وفي موعده حتى يثلج صدور الأباء والأمهات والشعب الأردني بأكمله. موافقة أنا على وجبة الإعدامات اللي حصلت مؤخرا صباح هذا اليوم، لأنه رادع لهم لكل من تسول نفسه في مساس أمن البلد، ورادع له للخلايا النائمة الموجودة الداعشية أو متأثرة بالداعش.